إخوان أخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم ولاد عمامي، خصنا غير واحد الأبونو بحال هذا باش نركبو في التران فابور طول سنة 2023. بزاف منكم راه كتسمعوا على التران فابور ولكن ما عارفينش كيفاش تحصلوا على هاد الأبونو. كاين هذا ديال 10 أورو وكاين واحد الإخوان ب 20 أورو، هذا الروضالية سيدر كانياس والآخر ميديا ديستانفيا. في هذا الفيديو غادي نوضح لكم كل شيء بالتفاصيل، غادي نشارك معكم الشروط الكامله باش نحصلوا على الابونو ديالنا فابور ونقدروا نركبوا في التران طول سنه 2023 بلا ما نخلصوا حتى فرانك. ولاد عمامي غادي نخليكم مع واحد الفيديو فين كنشرح لكم كيفاش تحصلوا على الابونو ديالكم. طريقه سهله بلا ما نحتاجوا لا ابليكاسيون لا الموقع الرسمي ديال رينفي، كنمشيو ديريكتومون للستاسيون ديال التران. تبعوا معايا هذا الفيديو الاخوان فين كنشرح لكم كل شيء بالتفاصيل ومن ثم بقاو معنا، ما تنساوناش باللايكات والبارطاج، غادي نوضح لكم كل شيء بالتفاصيل اولاد عمامي. بالا الاخوان كيف كتشوفوا معايا كنتواجدوا في ستاسيون، نقلبوا على شي ماكينه بحال هذه اللي كيكونوا في ستاسيون. مالي دابا شنو فين غادي نبركوا؟ غير ركزوا معايا، ركزوا نبركوا على هذا ابونامين الريكورين. مالي دابا شنو خصنا نعملوا؟ خصنا نعملوا الوريقات ديالنا الدينيه ولا النيه، فالي حيت هاد الابونا الاخوان راه كتستعملو انت ما تقدرش تخليه لشي واحد اخر، فالي نعملو الدينيه ديالنا ومن ثم غادي نكملو. فالي شنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاجو 10 اورو، من الاحسن اننا نخلصو بالفيزا باش يرجعو لنا داك الفلوس اوتوماتيك، فالي المهم بقاو معايا. بالك كيف كتشوفوا الاخوان غير كنبركوا على الديني، كنعملوا الديني ديالنا كيخرج لينا نورمالمون نخلصوا 10 اورو اوتوماتيك. مالي كيف كتشوفوا معايا؟ خصكم تعرفوا واحد الحاجه الاخوان، نورمالمون هذا الابونو راه كنمددوه كل 4 شهور. مالي كل 4 شهور خصنا نستعملوا ضروري نستعملوا، نقولوا لا نعملوا ولا نقوموا ب 16 ديال الرحله باش يرجعوا لينا هاد 10 الاورو. هذه هاد 10 اورو ما كتمشيش، راه غير فيانسا. مالي نعملو كونفيرمار ونبركو على تاريخ تاع كريديتو، من الاحسن باش يرجعوا لينا داكشي اوتوماتيك للتاريخ تاع ديالنا. فالي نخلصوا بالفيزا ندوزوها من هنا نعملوا البين دابا غادي ينزل لينا التيكي ديالنا. غير استنى واحد دقيقة كيف كتشوفوا امبريميندو شويتي، هو هذا الاخوان كيف كتشوفوا معايا. فالي كيف شفتوا معايا الاخوان في هذاك الفيديو؟ كل شيء سهل، كل شيء واضح. كتمشي للستاسيون تقلب على واحد الماكينة، غادي تحتاج غير الديني ديالك ولا النية وطارخيطة بيزا. علاش بيزا؟ حيت اولاد عمامي ملي تسالي هاد الصلاحية ديال هاد التيكي، الصلاحيه ديالو الاخوان مده 4 شهور، ولكن قلنا الرحلات فابور طول لحم غير هاد الابونو كيترينوفا كيتجدد كل 4 شهور. بالو ولاد عمامي ملي بحال مثلا الاخوان هذا فيه واحد من شهر 1 حتى 30 من شهر 4، ملي وصل هاد التاريخ ديال 30 من شهر 4 اذا شافوا باللي انا قمت بواحد المينيم ديال الرحلات هما 16، كيطلبوا منا نسافروا به 16 ديال المرات مينيم في هاد 4 شهور باش يرجعوا لنا هذيك 10 اورو. وعلاش نخلصوا بالفيزا؟ حيت اولاد عمامي ملي وصل هاد التاريخ ويشوفوا باللي انت كتوفر على دوك الشروط غادي يرجعوا لك هذيك 10 اورو اوتوماتيك، اوتوماتيكامينتي مي خرديتشو اوتوماتيكامينتي للطارخيطه ديالك. اذا خلصتي بالبيتي يعني فيكتيبو خصك تمشي عندهم تما للطاكيه. بالو اولاد عمامي على داكشي كنقول لكم من الاحسن نخلصوا بالطارخيطه. هذا ديال 10 اورو الاخوان كيف قلت لكم الروضاليه سيتر كانياس، هي المسافه الاخوان القريبه ولا المسافه نقولوا القصيره، هي القريبه ولا القصيره نقدروا نسافروا بشحال ما بغينا بشحال ما بغينا. بالي الروضاليه سيتر كانياس
المهم نستعملوه 16 ديال المرات مينين باش يرجع لينا هذا الفلوس. كاين واحد اخر بحال هذا الاخوان كنخلصوا 20 اورو ديال فيانسا. هذاك الميديا ديستانسيا المسافه المتوسطه. باش نعرفوا شنو هي المسافه المتوسطه ولاد عمامي غادي نعطيكم واحد المثال سهل. جميع المسافات اللي كتكون فوق 60 كيلومتر وقل من 300 كيلومتر هذه هي المسافه الاخوان ولا الرحلات نقولوا الرحلات المتوسطه فوق 60 كيلومتر قل من 300 كيلومتر. قلنا هذاك خصك تخلص عليه 20 اورو حتى هو في هذه المده ديال 4 شهور خصنا نستعملوها الاخوان ولا نديروا به 16 رحله. ملي وصل تاريخ 30 شهر 4 اذا شافوا باللي استعملناه 16 ديال المرات مينيم غادي يرجعوا لنا الفلوس ديالنا. من تما عاود نجددوا الاخوان 4 شهور اخرى. بالي غير كاين واحد الفرق ما بين ميديا ديستانسيا الاخوان والروداليا سيتيركانياس. هذا الروداليا سيتيركانياس ابونو ريكورينتي. هذا جميع الستاسيونات اللي كاينين حداك. بالي تمشي اي مدينه الاخوان بالي قريبه منك تمشي ليها. الاخر لا الاخر ميديا ديستانسيا المسافه المتوسطه. هذاك خصك تختار ملي كتكون كتقطعوا من هذيك الماكينه خصك تختار الاخوان جوج ستاسيونات. الرحله غادي تكون غير ما بين جوج ستاسيونات. مثلا خيرونا طرابونا يا اسطى الرحله ديالك فابور غادي تكون غير ما بين خيرونا و طرابونا ماشي بحال هذا. الروداليا سيتيركانياس تقدر تمشي فين ما بغيتي بيه. المهم الروداليا سيتيركانياس قلنا لكم المسافه القصيره بحال مثلا انا عايش هنا في بلانيس نقدر نمشي لخيرونا نقدر نمشي لبرشلونه نقدر نمشي لجميع هاد البلاجات اللي سميتو الاخوان هاد المدن اللي قراب مني مالغرات كاليا بينيدا المهم جميع البلايص ارينج مطارو. المهم زيدو 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 زيد المسافه المتوسطه قلنا لكم فوق 60 كيلومتر قل من 300 كيلومتر. الروداليا سيتيركانياس هما اللي كيكونوا الاخوان قل من 60 كيلومتر. بالي غير باش نفهموا مزيان هاد القضيه الاخوان ولا الفرق اللي كاين ما بين هذا ديال 10 اورو الروداليا سيتيركانياس وديال 20 اورو ميديا ديستانسيا. كلشي واضح ولاد عمامي؟ كلشي واضح. قطار ترين فابور طول سنة 2023 خص يكون عندنا واحد الابونو بحال هذا ديال 10 اورو ولا ديال 20 اورو و كيتجدد كل 4 شهور. بالي كل 4 شهور اذا وصلت ولا انتهت هذيك 4 شهور وشافوا باللي قمنا بهذاك المينيم ديال الرحلات اللي قلت لكم هما 16 غادي يرجعوا لنا الفلوس ديالنا ونجددوا عاود مره اخرى. هادشي اللي قال ولاد عمامي كنتمنى ان شاء الله نكون توفقت في الشرح ونكون وضحت لكم الاخوان جميع المسائل اللي عندها علاقه بهاد الرينفي ولا هاد الابونو الاخوان غراتيس ديال الرينفي. بالي ولاد عمامي المهم ما تنساوناش باللايكات ديالكم حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.